وبالمناسبه احب اقول لحضراتكم انه ماتش الاهلي وشباب لوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا هيتاجل، وانا بقول هذا الخبر قبل حتى ما يعلن عنه الاتحاد الافريقي لان ميعاده هيتعارض مع ماتشات كاس الانتركونتيننتال اللي الاهلي هيشارك فيها في ديسمبر اللي جاي في قطر. واخيرا نقول مبروك عوده الدوري المصري في موسمه الاستثنائي اللي اتمنى انه يتعدى دوريات يعني العالم ويتعدي كده منها في الإدارة وفي الروح. وقبل ده كله نلاقي الجماهير كده مالية الملعب، لأن الكرة ما تنفعش من غير جمهور، وده شفناه بوضوح امبارح مع جماهير الأهلي العظيمة اللي كانت مالية استاد القاهرة، وما شفناش الحمد لله مشكلة واحدة أو أي أزمة. بعد الفاصل ايه اللي نعرفه عن الاكراد؟ ايه هي طبيعه العلاقه بين مصر والاكراد؟ هل اقليم كردستان العراق هم الجهه الاكثر تنظيما بين القوميه الكرديه؟ هل في عائلات من اصل كردي موجوده في مصر لحد دلوقتي؟ هل اللغه الكرديه صعبه ولا سهل نتعلمها؟ ايه هي العلاقات ما بين مصر واقليم كردستان العراق؟ وهل الاوضاع هناك هاديه ومستقره؟ هل في تعاون رسمي وشعبي بين مصر واقليم كردستان العراق؟ معلومات كتير وملف مهم يعني ما كلمناش فيه خالص قبل كده، يعني قلنا ننتهز فرصة وجود ضيفي الدكتور سعد الهموندي مستشار رئيس كردستان العراق ورئيس مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية. انتهزنا فرصة وجوده في القاهرة عشان يكون ضيف عزيز عندنا في مصر جديدة.